الفنية في ديمون هنا بعد. أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا ياسمين. حرارة خارج استوديو، الدنيا سخونة حتى في استوديو عن حرارة أكيد من نوع آخر. أكيد أما سقط التصاعد سيبدأ بعد دقائق أو بعد لحظات. على كل أما الدنيا سخونة زادة في الفن بيان سور، خاصة بعد المناوشات اللي صارت على مهرجان كارتاج والبرمجة. واضح واضح. إيش عندنا أخبار ياسمين؟ باش ننطلق زيادة على برمجة مهرجان كارتاج والبرمجة هذية على حفلة باش تصير نهار 24 جويلية تجمع بين أحمد الماجري وألفا بلوندي. أحمد الماجري كي سمع البلبلة الكبيرة اللي صارت ما بين إدارة مهرجان كارتاج والنقابة وعلى البرمجة اللي الفنانين التوانسة مش مبرمجين، صرح وقال اللي هو ماهوش موافق النقابة واللي هو باش يغني على روحه، باش يغني اللي الحفلة بتاعو باش تتم نهار 24 جويلية. معناتها رايو هذا نحترمه، كل واحد ورايو. واضح. باش نواصل زيدا مع مهرجان كارتاج، ويظهر يلقاو في الاخر بالكوليكا ان تيران دونتونت، معناتها ينجموا يتوصلوا الحل ما بين الاداره والنقابه، لقاو حل اللي هما باش يضيفوا اربع حفلات تونسيه للبرمجه بتاع مهرجان كارتاج. واضح. يعني المقاطعه ما عادتش. ما عادتش خاطر برمجوا لهم اربع حفلات اضافيه. أربع حفلات إضافية في مهرجان كارتاج، المطربين التوانسة لميا وفيصل رياحي، لميا وفيصل رياحي، هادي حبوبة، فوزي بن قمرة، ونزيد نشوف لكم أكثر، نتأكد أكثر من معلوماتي. والمقاطعات سامحني نحب الداخل، مقاطعات في تونس يعني أعجوبة فيها، كنت أنا في شركة نخدم فيها، ساعة لساعة نقولوا أي نهبطوا للتروزيام إيطاج نعملوا عركة مع المدير، يجوني جماعة أي نهبطوا أي نهبطوا نبداو 20. وحنا في السانكيام ايطاج، في الكاتريام ايطاج وليو 10. 10 في التروزيام ايطاج نقعد نلقى روحي انا وحدي، نتلفت ما نلقى حتى حد. يلقى الموت في روحه. على كل احنا التوضيح الاكثر العروض كل التونسي قداش ولات؟ تقريبا اكثر من تصور من 18% اللي كانوا يحكيوا عليها. اكثر من 18%. احنا نشوفوا اكثر التفاصيل في برنامج بلا مجامله الليله مع زميله هيلا ذويدي وليد زراعي، نجموا يعطونا اكثر تفاصيل على الحكايه هذه. واضح واضح. نواصل مع المهرجانات ومهرجان فريد من نوعه تحتضنه تونس، يحتضنه الجم، دورة 27 من مهرجان الموسيقى السيمفونية بالجم. مهرجان عنده رونق خاص، خاصة كي واحد يشوف الكادر هذايا الحلول اللي موجود في تونس، والموسيقى السيمفونية زادة عندها أحبائها وعندها شكون يسمعها. أكيد. الدورة هذه باش تكون تحت عنوان الجم فاتسا سيمفوني، وباش نلقاو فيها برمجة حلوة وفريدة من نوعها. باش تكون حاضرة لوركستر سيمفونيك دو غام، لوركستر دي جون زغاب، ومارسيل خليفة زيدا. مارسيل خليفة باش يكون حاضر في الجم أول مرة. أول مرة مارسيل خليفة باش يغني في الجم. باش يغني إلى خبز أمي وقهوة أمي. نتصور. ما فيش شك. ها؟ ما فيش عندي شك. باهي. نواصل وباش نواصل مع ديو، باش يجمع زوز فنانين توانسة. ديو هذية ما بين الفنان الشاب سليم التونسي وفنانتنا التونسية ناجي عطية اللي قاعدين يحضروا في. يعني الخبر صحيح هذا ياسمين؟ سليم التونسي اللي كان مرة في ديمون شحال بعد؟ اي هذاك اهو. يعني مزود ووتري. باش نشوفوا احنا المفاجأة. أنا كي اتصلت ولا زعما باش يغني وتري. كي اتصلت بهم ما حبوش يحكيوا ياسر على الأغنية بتاعهم والعمل بتاعهم، لكن قالوا حاجة حلوة برشا، احنا إن شاء الله نشوفوها قريبا في الأسواق. واضح. باش نختم مع خبر يخص الفنانة التونسية رجاء الهداوي، الفنانة هذيا اللي تونسية؟ سامحوني مصرية. المصرية مصرية مش وكنت تحكي على التونسي. هذيك عليك. لا بالكش عندها خبر مخبط بالكش في داخل التونسي. لا مو هذا جو المباشر. بالكش هي في داخل التونسي في تولي تونسية. ايوا. الفنانة هذيا باش تم ترشيحها لأداء دور سوزان مبارك مرت الرئيس السابق حسني مبارك في مسلسل المزرعة. الدور هذية تعاركوا عليه برشا فنانين وحبوا يأديوه، لكن الشواء بتاع سيناريست محسن الجلاد. أي رجاء الجداوي. الجداوي واضح واضح. ممثلة قديرة وممثلة كبيرة. نصور الدورة يتنجم تتقنوا بالقداء. تتقن بالقداء. هذه الأخبار التونسية وهذه تنسنستنا الفنية مع ياسمين. وقعد معنا ياسمين لحظة، خلينا نمشيو للمسابقة ياسمين متاعنا الأيون. المسابقة اللي أصبحت معروفة، اللي كاميرا حنا بعد تتجول وتختطف وجه شعبي من الشعب التونسي، من الناس البسطاء، الناس اللي
ينتظروا ربما لمسة من أي شخص ومن قناة حنا بعال بالذات. نشوفوا الكاميرا جولت ورصدت وجه من الوجوه التونسية اللي باش تفوز بألف دينار بشرط أنه يوصل القناة حنا بعال قبل نهاية البرنامج. هذا هو الشرط الوحيد. شوفوا العيون ونرجع. إذن هذا هو الفائز في مسابقة الألف دينار العيون. نعاود سي منير صورته. هذا هو الفائز في مسابقة الألف دينار. كاميرا حنا بعل جولت وخطفت هذا الوجه من عشم من منطقة هو من عرش أكيد. إذا شاهد روحه على شاشة التلفزة أو هناك من يشاهد الصورة متاعه، هذا هو إذن الفائز. مطلوب منه الالتحاق بقناة حنا بعل وبديمونش حنا بعل باش يتسلم الألف دينار. سيلمونس، إيش عندنا في الرياضة سيلمونس؟ أنا اليوم باش نعمل كلي كيما كلي في المسرح يعملوا كل مرة يقطعوا حاجة ويجيبوها ويقطعوا. أنا باش نجيك برشا مرات، يعني باش نجيك في الشوط الأول نتاع المقابلات اللي تبدأ الأربعة، نعاود نرجع لك باش نعطيك النتائج، باش نجيك ثم في مقابلات اللي تبدا الخمسة الشوط نتاعها نعطيك النتائج، ثم نرجع لك في اخر قبل الحصة ما تنتهي بشوية باش نعطيك اخر النتائج. تبقى لنا النتيجة برك ما نجموش نعطيوها لان توفى بعد وقتاش توفى النتيجة قول يبداو احنا راهو في 8 غير ربع النتيجة يخلط لي حتى في الأخرى. انا حتى 8 غير ربع ان شاء الله. الاخبار على مستوى الاخبار تو نشوف اللم اللي موجود الكل ونجيبه باهي بقدرة الإله صاحب القدرة. باهي سي المنصف باهي. نمشي نسرح على روح نمشي نسرح. تفضل سي المنصف. سي المنصف لمتابعة الأخبار. السلام عليكم. السلام عليكم. ياسمين تقعد معانا. ياسمين تتواصل للمسامح كريم ديمونج. خليني نمشي إلى أكل كمانجا ذيكا باش تسمعنا حاجه لام كلثوم وانا بحذاك بتصفيق كبير منكم.